ألم تفق أنه يعني المجلس الوطني 24 صادق اللجنة التحضيرية، لكن المشكل حصل ما بعد ذلك حينما انعقدت اللجنة التحضيرية برئاسة الأمين العام من أجل انتخاب رئيس اللجنة التحضيرية. هنا وقع الخلاف. ماذا وقع؟ أنه وقعت عملية إنزال، وحنا عندنا اللوائح مضبوطة، من له الصفة والعضو في اللجنة التحضيرية، فوقع إنزال، وقع صراع، وقع خلاف، وقع اضطراب في القاعة، ما بقاش ممكن أننا نواصلوا الاجتماع داخل اللجنة. الأمين العام رفع الاجتماع لإعادة الهدوء، ومن بعد اتفاق على مسطرة هادئة من أجل انتخاب رئيس اللجنة التحضيرية. فلما انصرف الجميع عاد بعض الإخوان إلى القاعة واختاروا ولم يصوتوا ما سموه برئيس اللجنة التحضيرية، وما عندهمش اللوائح الأعضاء. إذا على أي أساس تم اختيار هذا الرئيس للجنة التحضيرية اللي تيقولوا هما هي اللجنة التحضيرية الشرعية؟ ما عندهمش اللوائح. المسألة الأولى. المسألة الثانية، هذه اللجنة مشات وانعقدت وحضرت انتخبت الهياكل ديالها، وهي اللي اختارت وحددت تاريخ المؤتمر. هنا عندنا القانون للحزب، تاريخ المؤتمر يحدده المجلس الوطني، ولم ينعقد المجلس الوطني قط من أجل تحديد تاريخ المؤتمر، وهذا ماشي خرق القانون الحزب.